اهلا بيكم بعد الفاصل، ولازلنا مواصلين حديثنا عن التشطيبات والديكورات والعروض اللي احنا قدمناها الحلقه اللي فاتت. كل ده هنعرفه من باشمهندس علاء سالم، رئيس مجلس الاداره. اهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك، اهلا والمدير التنفيذي للشركه مصطفى بشير. استاذ مصطفى بشير، اهلا وسهلا. الفقره اللي فاتت يعني احنا طلعنا بحاجات كتير جدا، بس الناس عايزه تعرف اكتر. تمام فأول سؤال جالنا كتير جدا اللي هو ال3 ساعات، تمام مبدئيا كده هنعرفه وحضرتك تشرحه بالتفصيل وبعد كده نكمل. تمام الباقة بتاعت ال3 ساعات تمام. دي باقة تشطيب، ماشي؟ اللي يعني ازاي محدود الدخل، لان ابسط حاجة عندنا، واخد بالك؟ وبرضه فيها كل حاجة في الباقة، شاملة ايه؟ شاملة كل حاجة، شاملة الكهرباء، السباكة، على الفينش يعني، على الفرش يعني، على حضرتك الفرش على الفرش، مفيش حاجة، والدهانات وكل حاجة. والدهانات وكل حاجة. بس يعني شقة 100 متر بتتكلف 100 ألف. 100 ألف، حلوة جدا. تمام. طيب اللي حضرتك الفقرة الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم ان كل حاجة بتبقى الأصلية، طبعا برضو في العرض ده بيبقى كل حاجة أصلية. كل عرض ليه خاماته، يعني طبعا ابو 3 ساعات مش زي ابو 1300، مش زي ابو 2000، كل أكيد. حاجة وليها ايه، وليها خاماتها، بس العميل عنده كذا أوبشن يختار منه يختار. برضو. عندنا كذا باقة اللي هو عايزه بنختاره له. تمام. وبيتم برضو التصميم ليه تصميم كل ديزاين طبعا حاجة. عشان نستغل اي مساحة في اي شقة، في الشقة ما بنسيبهاش يعني. لكن ممكن يسلمها لك طوب احمر. تمام كده، بتسلمها له متشطب، بنسلمها له في المدة اللي احنا والمتر فيها ب 999. 999. تمام جدا. تمام طبعا. استاذ مصطفى، حضرتك كده مسؤول عن التنفيذ، التنفيذ والتشطيبات والحاجات دي كلها. تمام. طيب حضرتك بيبقى دور حضرتك ايه في الشقه؟ بعد ما البشمهندس حسام او البشمهندس مصطفى يخلصوا الرسومات تمام. ويقعدوا مع العميل، بيجي دور انا بقى ان انا اقعد مع الصنايعيه، جايبين صنايعيه من قمر العمال، شغالين بقى ايه، نشطب كامل زي ما البشمهندس حسام او البشمهندس زي ما مصطفى، موجود على زي ما العميل شاف على المكتب، زي العميل ما شاف. تمام. زائد بقى ان احنا بنعمل ايه بقى، الاونلاين، كاميرات في كل حته، العميل بيشوفها معانا في اي وقت. حلو جدا. ودي كانت فكره الاستاذه شيماء، بصراحه هي فكره جديده الاستاذه شيماء وجميله جديد، يعني. فرحت ربنا هي اللي فكرت في الحته دي، لان احنا ايه، الزباين بتاعتنا 3/4 من الخليج، فمش متواجدين فمش هنا، متواجدين، فلا يعرفوا ازاي من اونلاين، واشتغلنا على الاونلاين دي وشغال الحمد لله رب العالمين. طيب ايه الصعوبات اللي بتواجهها يعني العميل هناك؟ بيلاقي سهوله في التعامل ولا في بيبقى صعوبات؟ مش عارف ينقي مثلا الحاجه بتاعته، مش شايف كويس اللي انتوا بتشتغلوا ازاي، يعني احنا عايزين نفهم الناس قد ايه هي. لا هو بيشوف كل حاجه زي ما احنا موجودين متابعكم في كانه هو متواجد. هو كانه متواجد معانا. احنا اول ما بنخش بندخل الكاميرات معانا صوره على الهوا للاونلاين بتوضح ان العميل بيشوف كل حاجه تمام، وهو مش تمام. متواجد كانه هو متواجد كانه بالظبط، متواجد معانا. تمام. كانه متواجد معانا، بنشتغل، هو بيبقى شايف في تعديلات بسيطه بيبقى عايزها، وهو شايف في الكاميرات بيقول لنا ان اعدي لهنا، انا اعدي اول لهنا. باول يعني، مش بعد ما لا بتشتغل لا لا مثلا لا لا. بتهدوا مرحله 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 مرحله. تمام. تمام اوكي. الخطوه بقى اللي بعديها، الخطوه اللي بعديها بعد ما نخلص التاسيس، بيبدا بقى ايه، الدهانات. الدهانات برضه هو اللي مختارها، هو اللي بيختارها، هو كل حاجه، هو اللي بيختارها، العميل هو اللي بيختار كل حاجه. تمام. بيقعد مع البشمهندس حسام، بيختار التصميم طيب. بتاعه، بيختار الالوان. المده اللي احنا بنتفق عليها يعني مثلا حد محتاج سريعا ان هو سريعا، اقصى مده عندنا 45 يوم. 45 يوم تسلمه، اسلمه الشقه كامله. حلو جدا. كاملة متشطبة وسريعة وسريعة يعني. طبعا بنشتغل فيها يعني نقول 24 ساعة في اليوم. عشان تقدر تسلمه اسلمه على طول سريع. طيب تمام. انتوا تخصصكم تشطيبات بس؟ تشطيبات واستثمار عقاري. واستثمار عقاري باشمهندس علاء. تخصص حضرتك يعني، انا ممكن حضرتك تجيب من اول الشقه يعني، تشوف مثلا العميل لو محتاج شقه هو مسافر بره، بتشوف له الشقه اللي هو عايزها اللي بتناسبه. تمام اوكي. وتوضبها له كل حاجه، كل حاجه، وتقف عن كده ولا في اوبشن لا تاني للفرش ولا لا لا لا، في عندنا اوبشن للفرش، اللي نفرشها لك كلها برضه على ذوقك، بنبعت لك كل حاجه والديزاينات والكلام ده، وحضرتك اللي بتنقي يعني، العميل هو اللي بينقي. والعفش ده بيجي منين؟ على حسب بقى امكانيات العميل. يعني كله اللي يرجع للعميل. حابب من مكان ايه، او يفرش ايه، ستيل او مودرن او كله على حسب امكانياته.
تمام اوكي. طيب بعد فيما بعد التشطيب او كده، في ايه بقى الضمانات للعميل؟ يعني مثلا حب يغير حاجه او كده، الموضوع يهد من اول وجديد ولا انتوا بتبقوا عاملين حسابكم انه ممكن احنا العميل؟ كل حاجه عندنا بالضمان من اول الكهرباء لحد الفرش، حتى الفرش بالضمان، كل حاجه بتاخد ضمان. حلو. وكله برضه بيرجع على حسب امكانيات العميل. تمام. طيب عميل دلوقتي بعد ما استلم الشقه وقعد سنه او كده، في ناس بتحب تجدد على طول، بيبقى تمام. سهل التجديد؟ اه سهل جدا طبعا. ازاي يعني؟ مش بيهد يعني؟ احنا في الطبيعي ان الواحد بيهد كل حاجه. لا تمام. مش بيهد ولا حاجه. وبعدين احنا عاملين كمان عرض في 6 شهور صيانه على الشركه، لاي صيانه لاي حاجه تلفت في قلب الشقه احنا بنعملها من غير ما يدفع ولا شيء. بعد ما يستلم ب6 شهور؟ اه 6 شهور. احنا معانا صوره على الشاشه، حضرتك وضح لي كده دي ايه؟ دي ده فرش، ده حضرتك الشقه مفروشه. تمام. الصوره اللي بعديها دي بعد ما انتهت برضه، دي كده بعد ما انتهت فرش فرش الشقه. اللي بعده ده شاور. ده شاور مقفول. ده شاور مقفول على السكريت وكده. ده باب برضه، ده باب الحمام، دي بيبان الاوض، ده جنب ديكوري كده في الريسبشن. حلو جامد. طيب باشمهندس، حضرتك بتشطبوا شقق بس وفيلا وكده ولا ممكن وكله. كمان شركات و... كله كله ممكن. شركات وفيلل وشقق. ممكن حد تاسس شركه مثلا او محل او كده، يعني شغالين في جميع التشطيبات؟ شغالين في كل اي حاجه في التشطيب. طب تمام. اكتر حاجه حضرتك بتنصح بيها الناس ايه؟ يعني ان هم يكون، طب معلش ثانيه واحده. سحر الو اتفضلي. السلام عليكم يا استاذه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك بس عايزه اتواصل مع الباشمهندس. اتفضلي. عشان انا واخده شقه كورنيش المعادي، وعايزه يعني عايزه اسافر وكده، وكنت بدور فعلا على حد يشطبها لي. طب اتفضلي، هما معاكي، اتفضلي سؤالك. طيب شكرا. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا ست الكل. لو سمحت حضرتك، انا بسافر بره وعندي شقه واخداها بقى لي فتره وعايزه اشطبها. تحت امرك يا فندم. الله يخليك. بتواصل معاكم ازاي؟ على رقم الموبايل، الارقام اللي ظاهره على الشاشه هتاخديها وتتواصلي مع الباشمهندس. الارقام دي بتاعت الشركه؟ ايوه. طيب يا باشمهندس ماشي يا سحر، اتفضل. ان شاء الله هتواصل معاكم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. يعني سمعت كذا حلقه كده وانبسطت من الطريقه بتاعتكم، ودي حاجه يعني مشرفه وحاجه مشجعه جدا يعني. طيب. ماشي يا فندم، اتفضلي اسمعينا. هي فعلا الموضوع بتاع الاونلاين ده حلو جدا. ايوه طبعا. بيوفر لك الوقت ومجهود، بيوفر الوقت للي مش لازم انك تيجي. او للشباب اللي بتشتغل، مش لازم حد يبقى واقف في المكان او كده. طيب احنا هنكمل موضوعنا اللي هو دلوقتي حد مسافر وخلاص وضب الشقه وفرشها كمان. تمام تمام كده. طيب هو بعد ما جه وكان عنده اطفال مثلا صغيرين، احنا اشتغلنا على كده. تمام. بعد كام سنه عايز مثلا المكان ده يبقى اوضه شباب او يغير شويه في الديكور، هو ستيل عايز يعمله مودرن. تمام. انتوا كشركه بتقدموا له ايه؟ اقتراحات ايه؟ احنا بنقدم له العروض بتاعتنا كلها برضو، يعني هي كل حاجه مرتبطه بالامكانيات. احنا عايزين نتكلم على الامكانيات، نشجع الشباب اللي لسه بيوضب واللي معاه امكانيات قادر يوضب. ما احنا تشجيع للشباب عملنا اللي هي الثلاث ساعات دي. تمام. دي في متناول اي حد طبعا، دي كويسه جدا. ما حد ما اللي مقتدر بقى، ممكن حضرتك تقول لي برضو الميزات ايه؟ في اللي بيبقى الاوبشن الاعلى من الثلاث ساعات. في حاجه ب 2000 جنيه دي على حاجه. بس شامله ايه؟ لا دي شامله بقى بالنسبه للكهرباء، الاسلاك معتمده اللي هي السويدي، السباكه برضو البي ار، حاجات معتمده كلها بالضمانات. شغل الديكورات اللي هو الجبسن بورد، ديكورات في من ناحيه الدهانات والنقاشه، البيبان نفسها واخده بال حضرتك بيبقى بالباسورد. تمام. الباب بالباسورد؟ ولا بالبصمه؟ لا 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 لا، بيكتب باسورد. رقم باسورد ويحطه ويفتح. حلو جدا. تمام. برضو بالنسبه ده باب الشقه ولا باب الاوض؟ اي حاجه. سواء باب شقه او باب غرف. بالنسبه برضو للكهرباء، انت مش شرط ان تخش تمد ايدك على زرار، مجرد ما حطيت ايدك على الاكرة اللمبه ولعت. حلو جدا. يعني النور ولع. الغرفه ولعت نفسها. تمام. بس فكل حاجة وليها إمكانيات. دي مميزات كتير جدا. أستاذ مصطفى، حضرتك دلوقتي بتباشر العمال؟ تمام تمام كده. بيكون في عمال، يعني الناس متعرف عليها ان العمال مش
يعني مواعيدهم او شغلهم لا او حاجات؟ الحمد لله عندنا مصداقيه في التعامل مع العميل، وطبعا اهم شيء الجديه في التنفيذ. اهم شيء. والحمد لله رب العالمين من ساعه ما عملنا الاونلاين ما فيش شكوى جت عندنا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العميل كانه موجود، موجود معانا، موجود معانا. احنا يعني طبعا في كام واحد من السعوديه ممكن اذكر اساميهم، الناس دي شافت شغلها واحنا معانا راي عميل كمان واستلمت شغلها فعلا عن طريق الاونلاين. عن طريق الاونلاين وزي ما شافته يعني جت لقته نفس التصميم نفس الكلام كل حاجه. ومتهيألي موضوع الاونلاين ده سهل، ان ما بقاش فيه مثلا دي. عامل احنا كنا بنيجي في اوقات بنحب نعمل تعديل بسيط، كنا نستنى لحد ما العميل يجي لنا عشان ناخد رايه ان احنا نعدل. تمام، حلو جدا. تمام. لكن دلوقتي خلاص هو مجرد ما شاف بيرن عليا بيقول لك عاجبني، الفيش دي انا مش عايزها هنا، المفاتيح دي انا مش عايزها هنا، الحاجه مثلا علي واطي سنه كده بالتليفون واحنا قاعدين. حلو جدا. وبقول لحضرتك ده سهل كمان، ان بدل ما كان في عمال بتيجي تقول انا رحت ما راحتش او بشتغل او ما بيشتغلش او كده، هو متابع دلوقتي 24 ساعه متابع شغله. يعني مجرد ما بنخش الكهرباء يخش، هو بيبقى شايف الكهرباء، بيشوف السباك، بيشوف النجار، بيشوف بتاع الجبس، متابعه خطوه متابع كل حاجه. طيب المواعيد، لو حد جه لحضرتك مثلا قال لك انا عايز في مده طويله، تمام، وجه فجاه عايز يغير المده، بتقدر ان انت تلم الموضوع ده؟ طبعا طبعا. بخلص له العمليه، لان هي ايه، تاخد 15 تاخد 20 يوم معايا، بتقدر ان انت انجز له تنجز الموضوع اكتر. باشمهندس علاء، دلوقتي زي ما قلت لحضرتك كده، احنا دلوقتي شطبنا، تمام، وخلصنا الشقه والعميل جه. طيب احنا دلوقتي بقى هنخش على مراحل الشركات. حد بيجي يقول لحضرتك انا عاوز اخد شركه هعملها كذا، تمام، تمام، بتختار له المكان او بتقول له وجهه نظرك الشركه دي بتبقى تقسيماتها ازاي، ولا حضرتك بتبقى عايز المكان توضبه بس؟ لا، انا بعمل له ديزاين ليها على حسب هو يعني محتاجه كام غرفه، محتاجه ما كله يرجع على حسب نوع الشركه ايه، مجالها ايه، واخد بالك؟ كل ده طبعا باستشارته باستشارته. بس حضرتك بتقول له مثلا انت لا هتفتح شركه مثلا هتبقى محتاج كذا مكتب، او احنا بندي له راينا، واخد بال حضرتك، وهو يشوف بقى هو ادرى، لان هو المتحكم، هو اللي يقول، واخد بالك؟ بس عشان حضرتك برضو ممكن يكون في نوع من انواع اللي عندكم التسويق، صح كده، للاماكن. تمام، تمام. فبتقترح عليه المكان مثلا يكون قد ايه، مساحته قد ايه، تمام، متواجد فين، صح كده؟ صح كده، تمام. وبيتم برضو نفس التشطيبات دي. تمام، تمام. احنا معانا راي عميل هنسمعه سوا. راي العميل يا شباب. طيب تمام، هيظهر دلوقتي معانا. انتوا معظم العملاء بتاعتكم بتبقى من خارج الخليج، من الخليج. علشان مش بيبقوا متواجدين، عشان ما بقاش متواجدين، عشان كده عملنا فكره الاونلاين عشان يبقى متابع، بدل ما كل شويه بيتصل، بدل ما بيبقى عايز ينزل مخصوص عشان يشوف، وممكن يجي مثلا ما يلاقيش حد في الشقه، فكده بنضيع له وقت. لكن هو كده بينزل، لكن كده احنا وفرنا له كل حاجه كانه متواجد في قلب الشقه. وهو لو نزل يباشر هنا هيضطر ياخد شقه يقعد فيها، هيضطر يقعد فيها ويشوف، ويفضل رايح جاي. لا، هو كده عن طريق الموبايل، هو قاعد في اي مكان بيشوف شقته ويشوف الشغل شغال. دي فكره جميله جدا. معانا راي العميل. معانا
رأي العميل ده؟ دي ايه؟ دي لسه عاملة معاكم شقة قريب؟ دي لسه عاملينها شقة عندنا. دي ايه؟ منين؟ دي من السعودية. وشقتها شقتها فين؟ شقتها في المعادي على الكورنيش. وهي كانت متابعاها طول المدة وهي دي مسكرة؟ كمان دي كانت متابعاها وكمان كانت قايلة لنا على مدة معينة احنا كنا متفقين عليها ورجعت غيرت المدة. غيرت المدة الأبعد ولا أقل؟ لا أقل. فاضطرينا بقى نكثف الشغل يعني لدرجة بقى 24 ساعة شغالين في الشقة عشان نديها برضه على الميعاد اللي احنا ايه والميعاد لما هي غيرت وفاجئتكم كده. عندنا برضه حلول، احنا بندخل بنكسب بقى الصناعيه والشغل والكلام ده. تمام واخد بال حضرتك. تمام. باشمهندس مصطفى، عايزه حضرتك تكلمني اكتر عن مواقف بتواجهك تمام من العملاء. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من بعد الاونلاين المواقف قلت شويه كتير قوي. الاول بقى كنا بنستنى العميل نشتغل في السيراميك، لا استنى الاخضر الالوان، استنى الالوان بتاعه البلاستيك. لكن من ساعه ما الاونلاين دي ما جت فعلا هي فكره كانت عايز اقول لك احنا من اول الشركات اللي عملناها. حضرتك العميل بيختار ازاي السيراميك والحاجات؟ بتروح المكان نفسه وبتصور له مثلا كذا حاجه ولا الاختيار بيتم ازاي؟ هو بيبقى قاعد مع في الاول بيقعد مع الباشمهندس بيصمم كل حاجه على الكمبيوتر بيشوف كل حاجه، بنروح نشتري. انا برضو بروح مثلا المعرض اشوف السيراميك اللي هو عايزه، بورسلين اذا كان عايز رخام. طب حضرتك كان دلوقتي بتقول له ان الحاجه دي رقم واحد، هو تمام. بيعرف منين؟ هو مسافر دلوقتي هيعرف منين ان الحاجه دي رقم واحد؟ اصل كل الشركات اللي احنا مشغلين معاها شركات معتمده. بس انتوا كان في نوهنا الحلقه اللي فاتت عن في حاجه اسمها الباركود. تمام. الباركود دي نظام تعاملها ازاي؟ ده بالنسبه بالنسبه للكهرباء. بالنسبه لحاجات الكهرباء دي في اي وقت يخش على ازاي؟ عايزين نشرحها يعني عليك دلوقتي. معلش بالنسبه لله الباركود ده اي خامه احنا بنجيبها الاصليه بيبقى عليها باركود. تمام. يقدر العميل بيخش يعني مثلا سلك الكهرباء يقدر يشوفه الرقم اللي عليه بيضربه على النت يعرف ان ده اصلي ولا مش اصلي. يعني ممكن ياخد الباركود ده يضربه على النت بيعرف. اي حد لو بيشتري في سلك مثلا سلك السويدي ده عشان تتاكدي بتاخدي الباركود ده وتتاكدي من على النت ان هو ده فعلا اصلي ولا لا. وحضرتك طبعا الحاجات دي بتبعتها للعميل عشان هو ببعتها للعميل وهو نفسه لو جه وحب يشد اي حته سلك عشان يتاكد بيلاقيها. تمام اوكي. وكل حاجه بالضمان على فكره مش كده. طيب ايه تاني عندكم برضو بالنسبه برضو للسباكه؟ السباكه بالضمان لان الشركه هي اللي بتيجي تكبس وبيتعمل باسم العميل ودي بيبقى عليها ضمان. دي عليها ضمان. ما هو الضمان ما بيتفتحش الا لما الشركه بتيجي تكبس السباكه. طيب بالنسبه لكل حاجه بقى الخشب وحاجه كل حاجه حضرتك عامه قلت 6 شهور تمام كده. بس اختيار الخشب نوع الخشب ده برضو بتاع العميل احنا بنعرض عليه كذا حاجه عندك كذا نوع وعلى حسب الديزاين اللي احنا بنعمله له في الاول للشقه. ما كل يعني كل باقه وليها الديزاين بتاعها. تمام. طيب انا عميل عنده شقه صغيره تمام وعايز يظبطها ويستغل فيها كل مكان، عنده اطفال او كده، بيبقى ايه الحل في حاجه زي كده؟ ما احنا زي ما قلت لك برضه نرجع نقول التصميم الاولاني اللي هو بيبقى التصميم ده دي. ده ريح ده ريح ان احنا ما بنسيبش حاجه الا لما بنستغلها في الشقه. بس ممكن تقول للعميل يبقى عايز يفرش مثلا ستيل وحاجات كده اللي هي العفش الضخم وتقول له لا الشقه دي مش هيناسبها الا حاجه مودرن سيمبل او كده. تمام تمام. بتعرض رايك. احنا بنعرض راينا الاول وبنعرض فكرتنا وبتعمل كذا تصميم ممكن هو بعمله كذا يختار تصميم منه ولا بيبقى هو تصميم واحد؟ ما بيعجبوش بعمل له واحد تاني. ده مثلا بالنسبه عشان الفرش والكلام ده، ده هيكلفك فرش مثلا قول 100,000 جنيه ده هيكلفك 200,000 جنيه. الفرش كمان يعني التصميم بيحدد. ايوه انا بعمل له تصميم من الشقه كانه قاعد فيها خلاص. تمام. بس التصميم بيحدد الفرش يعني. أيوة التصميم احنا بنحدده له ممكن تعمل تصميم يعمل زي ما حضرتك بتقول كده فرش يبقى ب 100,000 وتصميم تاني يعمل شقه. ازاي اول ما يعني في مثلا ما انت دلوقتي في يعني حاجه مثلا بجنيه ماشي، في بيبقى زيها وبنص جنيه. التقليد بتاعتها انت فاهم كل ده برضه بنعرضه للعميل وهو اللي صاحب الراي. وبيبقى في حاجات اكتر مثلا دواليب لو المساحه صغيره الدواليب بتخش كده بنعملها يعني. ما احنا بقول لحضرتك احنا بنستغل اي حاجه في قلب الشقه ما بنسيبش حاجه. ما هو الديزاين دوت هو عشان كده. طيب عشان ما نسيبلوش اي حاجه. ممكن نهد مكان لو حد عايز يغير تصميم الشقه بقى خالص كبنى. تمام. ده برضه في ايديكم؟ ده في ايدينا. دي بترجع على حسب المسلحات في قلب الشقه. يعني لو في يعني العواميد والحاجات دي اكيد العواميد لا مفيش حد بيقدر يجيبها اكيد. في حاجه برضو في لو هي السقف مثلا معمول فلات ده اقدر اهد اي حيطه.
لكن لو معمول كمر ما اقدرش اهد حيطان لان هو محمل على الحيط. بيبقى حسب اصلا هي واخدها ايه، طوب احمر ولا واخدها متوضبه ولا واخدها بيت، دي بتفرق. دي بتفرق اه طبعا، وبتفرق في المسلحات نفسها بتاعه الشقه. باشمهندس مصطفى، دلوقتي حد خد الشقه تمام وقلنا هو عايز يهدها او هو عامل الارض بورسلين مثلا وعايز يعمله باركيه، ده بيبقى سهل ليكم ولا ده بيبقى لا لازم تهد؟ لا لا لا، بالنسبه ان هي سيراميك ونقلبها باركيه دي اسهل من ان انا ايه اعملها من الاول باركيه. لان هي متبلطه فبحط الباركيه عليه، بتيجي طبقه فل وبعد كده بنجيب الباركيه ويتعمل تمام، بتبقى بسيطه يعني سهله. طيب في اي حاجه بقى عايزين نهدها، يعني اي حيطه عايزين نهدها او اي حاجه، برضو بتبقوا انتوا عاملين حسابكم من الاول في التصميم؟ اه في التصميم من الاول. هو مثلا الشقه ثلاث غرف، هو عايزها غرفتين، نعملها له غرفتين، بلغي غرفه وتفتحهم على بعض، وافتحهم على بعض. بس زي ما قال الباشمهندس علاء، لو كانت كمر ما يتهدش خالص. طيب الجبسن بورد تمام، ده بيبقى برضو في ايديكم لو خدت شقه مش معمول لها جبسن بورد وهي متوضبه، بينفع تعمل جبسن يتعمل فيها كانها شقه طوب احمر من الاول؟ من يعني كان لا، اصل هي معروف ان الجبسن بورد بيتعمل في الاول مش بعد التشطيب. لا مش هو في الاول، هو بياخد اخر مرحله، اخر مرحله خالص بعد المحاره، بعد البتاع بيجي الجبسن بورد. لا يعني بعد الدهان ممكن اعمل جبسن بورد؟ ممكن اعمله عادي. حلو جدا. طيب كان جالي سؤال على الصفحه، الجبسن بورد ده ممكن الغيه واعمل مكانه خشب؟ يتعمل، ينفع يتعمل ويبقى بالنفس بس التكلفه بتبقى اعلى شويه. الخشب اعلى من الجبسن بورد؟ بالنسبه للجبسن بورد هو اساسه كان خرسانه. يعني لو رجعنا لورا شويه في الاول، في الاول هو اساسا خرسانه، جت بقى التطورات والكلام ده فجابت الايه قصه الجبسن بورد. تقدري بالجبسن بورد تقفلي حيطان برضه؟ حقيقي واخد بالك، تعمل وبيبنوا سقف وبيقفلوا كل حاجه دي كانها حيطه وبتدهن عادي وكانها حيطه. فقرتنا انتهت للاسف. نورتيني يا باشمهندس. باشمهندس مصطفى نورتيني. اعزائي المشاهدين، نتواصل مع بعض ان شاء الله في حلقات ثانيه. شطب اونلاين وانت مطمن، دلوقتي تقدر تتابع تشطيب وحدتك لحظه بلحظه، سواء كانت شقه او فيلا او مكتب، من خلال كاميرات المراقبه اللي بتخليك تشرف على عمل التشطيب خطوه بخطوه من اي مكان سواء داخل او خارج مصر. شطب بنفسك مع SGR للتشطيب والديكور، هنعمل معاينه شقتك عشان نشوف احتياجاتك ونعمل تصميم مناسب لكل ركن حسب رغبتك، وبكده تبقى بدأت أول خطوة في التشطيب صح، وتأكدت إن الشكل الكامل في بيتك هيكون عليه في النهاية. بعد التصميم بتبدأ أعمال التشطيب من أول السباكة والبحارة والكهرباء لحد الديكور والفرش، وده كله تحت إشراف هندسي على التنفيذ. حسب رغبتك، والأول مرة تقدر تشطب بيتك بالتقسيط المريح. SGR ثقة وضمان. هل بتحصل لك خصومات كتير مع شريك حياتك؟ هل ابنك عنده مشاكل زي التوحد مثلاً؟
الفرد في الحركة ما بيسمعش كلامك خالص. الأستاذة وسيلة عبد الحق مدربة معتمدة في الأكسس بيرز بتقدم لك الحل لجميع هذه المشاكل من خلال مجموعة دورات وجلسات في الأكسس كونشيلز. هتحس بالفرق من أول جلسة. جلسة واحدة بس مبدئية واحدة. لكن من أول جلسة بتحس.